سلمى، طرق الوقاية والتعقيم هي من أبرز الأمور التي تسيطر اليوم على تفكير الأمهات خلال هالفترة الصعبة اللي عم تمر بالعالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد. فضمن المنزل يمكن نكون ضمن حدود النظافة والأمان، لكن ماذا عن المشتريات التي تدخل المنزل يوميا مع تأمين المستلزمات الأساسية المعيشية اليومية للعائلة؟ هل من خطر؟ كيف ممكن نتعامل معها؟ أجوبة كتير رح تجاوبنا عليها الكيميائية براءة حداد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكم. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نبدا هيك من كل شيء بنجيبه على البيت وبيدخل ضمن نطاق المشتريات، يعني صرنا هدول الاكياس وهي فايته على البيت نحسها فيروسات فيروسات متنقله ونشعر بالخوف، كيف فينا نتعامل معها؟ اول شيء بس بنحب نوجه كلمه لهذا المجتمع يلي حاليا عم بيتابع. اليوم أكثر من 4 مليار إنسان حول العالم قاعد ببيته، فمعناتها خلينا نقول مو بس نحن قاعدين ببيوتنا. صحيح. فالوعي الأكبر أنه نضل بالبيت هي أول طريق للسلامة. ثاني شيء الإنسان اللي عم يطلع برا البيت وعم بيأدي واجبه بعمله وبعدين عم يشتري أغراضه ويرجع. منحاول قدر الإمكان إحنا نخفف هاي الفوبيا وهذا الهم اللي صار جوات كل حدا فينا للتعقيم. رح نبلش بالخطوات بالترتيب. نحن بعد ما اشترينا هالاغراض واجينا بدنا نفوت على البيت، اول خطوه خليني احكي انه نحن دائما بنكون حريصين على خلع الحذاء خارج المنزل. شلون بيتعقم؟ نحن بنكون محضرين على باب البيت ماشي، سجاده، مسطح مائي، اي شيء بيريحنا، حاطين فيه معدل قد فنجان القهوه كلور ممددينه بالماء. يعني مجرد ما انا مسحت سفل الحذاء نشفته حطيناه بخزانتنا، خلاص انا امنت انه هذا الحذاء خلاص صار نظيف. فتحنا مسكة الباب اما بالبخاخ اللي حاملينه بجيوبنا هي الكحول او بالمحرمه يلي معنا. فتنا على المطبخ، اول شيء بنعمله غسيل الايدين بالمي والصابون، كافي طبعا كافي. غسيل ايدينا بالمي والصابون بمي فاتره بمعدل 30 ثانيه مو اكثر اكيد كافي للقضاء على هذا الفيروس اللي بيكون على ايدينا. مو بس الفيروس، الفيروس، البكتيريا، جراثيم، الدهون، العرق اللي نحن بيكون موجود على سطح الايدين. هذا كفيل انه راح. الاغراض اللي انا بشتريهم من السوق بكون حريصه احطهم على طاوله محدده لهي الاغراض. حطيناهم الاكياس. نحن شلون بنكون حريصين؟ اني بحط ايدي بقلب الكيس وبطلعهم. حطيتهم على هي الطاوله، الكيس من جوا لبرا بمسكه بنكبه بالزباله. هلا الاغراض اللي نحن شارينا ان كانت معلبات، في انا عندي اكثر من طريقه. في كثير ناس بتحب تلبس الكفوف، ما في مانع، الكفوف المطاطية يلي بيستخدمها مرة واحدة، أو في كفوف نحن بنستخدمها ببيوتنا أكثر من مرة، ما في مشكلة. بس نكون حريصين أنا لما بدي ألبس الكفوف ما أتوهم أنه خلاص صار عندي الحماية الكاملة. يعني أنا لبست الكفوف ما بقى بحط إيدي على عيني، أنفي، تمي، شعري، لا، الكفوف حصرا لأمسك هاي الأغراض عقمها وبعدين بكبهم. تعقيم الأغراض عنا كذا طريقة. اول طريقه اني بخ كحول ايتيلي بتركيز من 70 ل 75%، كون حريصه ما يكون اكثر من هيك. ليش حريصه انا على هذا الرقم او هذا التركيز؟ بين ال 70 وال 75% بتكون كفيل للقضاء على الفيروسات والاحياء الدقيقه التي تعيش على سطح البشره. بينما التركيز العالي يلي هو 90 95 ما بيقضي على الأحياء الدقيقة. هاي معلومة للناس، لأنه بيفكروا كل ما علي تركيز الكحول كل ما بيقضي أكثر. لا، إذا كان بالتركيز العالية جدا هو بيصبت حركة الأحياء الدقيقة، يعني بيخليها هيك قاعدة شوي بتنكمش، مجرد ما طار الكحول واجته شوية حرارة ترجع بتعيش من جديد. فنكون حريصين على هذا التركيز. مثلا أنا المعلبات إن كانت تنك أو بلاستيك أو الكرتون أنا ببخبخ من برا شوي، بخليها لحتى تجف، بعدين في ناس بتحطها بخزانة بالبراد يلي هو. المشتريات من النوع الثاني ما لازم أمسحها؟ يعني ما الكحول بيطير. الكحول بيطير. كانت عم تحكي الآنسة انه لا، هي بتفضل انه تمسك المي والصابون وتعقم، كمان ما في مشكله. اذا انت بتحسي بالامان انه لا انا بمسك المعلبات وبنقع بشويه مي وصابون وبعدين بنشفها، كمان كثير نظامي. هذا الحكي كثير تمام، اهم شيء تكون المي شوي فاتره. هي اذا بدي احكي على تعقيم معلبات.
الخضار والفواكه بتخيل هي الأهم وهي هلا الهاجس الأكبر. صحيح. الموجود عند الكل. بصراحة أنا سمعت من كثير ناس صاروا يتعمدوا أنه يشتروا من السوق الخضار المقطعة المجففة أنه لا هي الأأمن. لا لا أبدا مو هي الأأمن. صح فيها أمان، صح فيها أمان، بس نحن كمان بنفضل الخضار والفواكه الطازجة. شو ما كان نوع الخضار، إن كانت ورقية بقدونس خس إلى آخره، أو كانت الخضار الثانية خيار بندورة إلى آخره، نحن معروف عنا محلول بنشتريه من الصيدلية كتير قديم اسمه بيرمنجانات البوتاسيوم، متعارف عليه جدا خاصة بالمطاعم والأوتيلات الكبيرة يلي بيكونوا محافظين على صحة النزلاء اللي عندهم. بيرمنجانات البوتاسيوم بحط كل الخضار عندي بجاط أو أي شيء بحط له بمقدار الغطاء، يعني يا دوب 5 ميلي إذا بدي أقول، وبعدين فوق المي بحدود الربع ساعة، بعدين بشطف ونشطف كتير قوي، بكتر المي مشان تروح كل آثار المادة الكيميائية. ما أنا متواجدة عندي بالصيدليات، أنا عندي طريقة تانية، المي الفاترة والملح كمان بحدود النص ساعة. في ناس بتحب الخل، الخل كتير صحي، بس يا ترى نحن قادرين نتعايش مع ريحته؟ أنا حدا من الناس ما بفضله، لأنه أنا ريحة الخل الأبيض اللي هو أساساً تماماً ما فيه تماماً ريحة ومنه مركز موجود بالسوق بتركيز 3%. بنرجع نحن كمان بناخذ بمقدار غطاء بنحطه بالمي بنمدد، كمان بيتمدد أكثر. بس الميزات حمض الخل إنه هو من الحموض اللي بيتميز بريحة واخزة. ثاني شيء الناس اللي عندها حساسية بده يصير عندها سعال، وفي ناس بيعمل لها هاي الحساسية بالعيون عدا عن التخرشات اللي بتصير. فإن شاء الله نكون بهاي الخطوات نكون حكينا عن كل شيء عن تعقيم مشتريات أو خضار وفواكه. طيب خلينا نحكي عن تعقيم الملابس. كمان يعني أنت بتنزلي تشتري أغراضك الأساسية من البيت للبيت عفوا، ترجعي في كثير من الناس بتقلك طب هدول الثياب كيف بدي أعقمهم؟ في ناس بتفضل تحطهم بالغسالة وخلص للبسة واحدة، بس في ناس لا بتقلك مع التعقيم كيف يتم تعقيم الملابس؟ تمام. هلأ إن كانت ملابس جديدة أكيد نحن عنا الأصبغة وغيرها كلها مواد حمضية، لما تشتري ثياب جديدة بتكون ريحة الأصبغة هي الموجودة، زائد طبقة من الفيروس أو الغبار بتكون موجودة عليها بالمحلات. الطريقة الآمنة أنا لسه يعني ما عليها تعرق، ما عليها كتير من الفيروس، ما فيها أوساخ كتير. الطريقة الآمنة إنه أنا إذا الثياب الجديدة الناس يلي بتحب تحطهم بالغسالة دورة سريعة مع شوي من مسحوق الغسالة كتير تمام، أو مننقعهم بمي فاترة شوي مع مسحوق الغسيل. هلأ لما بنكون راجعين من برا وفايتين على البيت نحن حريصين إنه لحتى ننظف ثيابنا، أنا بقول بيسألوني كتير بخبخ كحول؟ لا، اليوم الكحول كتير غالي، الأفضل إني خليه للإيدين أو وقت الطلعة برات البيت، هو فقط لتعقيم الأيدي. مو معقول عقم ثيابي بالكحول، فأنا بستهلك كتير كمية كبيرة. الحل الأمثل إذا أنا راجعة على البيت نشلح الثياب نعلقهم بغرفة فيها شمس، أشعة الشمس ولوقت شوي طويل كافية بالقضاء على هذا الفيروس. أو إذا أنا من النوع لا اللي بحب إني أتنظف بطريقة تانية، بحب الريحة الحلوة وبحب الغسيل اليومي، بمسك الثياب بحطهم بوجبة غسيل الحرارة العالية زائد مسحوق الغسيل الكافي. يا جماعة أي مسحوق غسيل بنشتريه نحن من السوق شو ما كان يكون نوعه فيه مواد فعالة بتتفكك على درجة حرارة من 40 لـ50 بتعطيني التعقيم الكامل. التعقيم من الفيروسات، الأوساخ، الدهون، الغبار، أي شيء بيكون متراكم على ثيابنا من برا. فما ناكل هم بهي القصة، هي بس بدها شوية وعي وحرص نكون قدر الإمكان ما لنا موصلين لمرحلة الهوس. أهم شيء بس بدي نبه رجاء الناس اللي بتحط كلور بالغسالات بلاها هاي العادة، ضارة جدا جدا جدا. واحد، الكلور ما هو مادة لتعقيم الثياب بالغسالات، لا، الكلور مادة لتعقيم الأرضيات والحمامات حصرا. الكلور ما بنحط مع الغسيل لأنه هو بالأصل كاسمه العلمي مادة مبيضة، يعني أنا إذا حطيت الكلور بالغسيل بيقيم الألوان، مزيل للألوان. إذا حاطينه مع الأبيض بيعملنا حساسية لأنه الأبيض معظمه بتكون ثياب داخلية، فعدا عن التخرش اللي بيصير بيسبب لنا حساسية وحكة. نحن هلأ عم نحاول نرفع مناعة الجسم نحمي حالنا، ما في داعي. الغسيل ثيابنا بالغسالة
يكفينا مسحوق الغسيل. في ناس تقول انه هي تفضل انه بعيدا عن الكلور فيها تحط ديتول صغير. انا كحدا كيميائي او مختص بقول لك انا ماني مع الديتول، ماني مع اي شيء، خلاص مسحوق الغساله اللي بيشتري انا من السوق اي كان شو ما كان يكون نوعه كافي. طيب بدي اسالك، بما انه حكينا شوي عن طريقه تنظيف وتعقيم الخضروات والاشياء اللي جايه من البيت، في اشخاص بياخذوا مي وكلور بينقعوا فيها بعض المواد الغذائيه. صحيح. في اشخاص بيقولوا انا فيني مثلا برتقان، البندوره، الشغلات اللي هي الاسطح تبعيتها يعني ملسه، نعم، فيني ليفها بالمي والصابون. تمام. فيني احطها بمي وكلور، شو صحه هاي الخطوات وهل فعلا في فينا نعمل هذا الشيء ولا لا؟ تمام. هلا الكلور خليني احكي عنه، اقدم ماده بالتعقيم. الكلور من اكثر من 150 سنه معروف، هي اذا مو اكثر كمان. الكلور اول شيء ماده لتعقيم المياه، يعني المي اللي بتوصل على بيوتنا مستحيل نحن نقدر نشربها اذا ما نعقمها بالكلور لتقضي على كافه الاحياء الدقيقه الموجوده بالمي. الكلور ممنوع ينخلط مع اي ماده، فقط يستخدم للتمديد بالمياه، لتعقيم الصالونات، المجالي، الحمامات. الكلور غير آمن باستخدامه على الثياب، غير آمن باستخدامه على المواد الغذائية اللي هي الخضار، رح أحكي ليش. جميع أنواع الخضار والفواكه إذا مننتبه صح ملساء، بس هي ناعمة وفيها مسامات كتير ناعمة ميكرونية، يعني الكلور بيتغلغل جواتها، فأنت بتكوني وصلتي لقلب المادة الغذائية. لما اللي نحن بناكله ممكن تقولي لي طب أنا عم أشربه مع المي، صح لا ضرر، لكن رح تحسي بالطعمة. النقطة الثانية بيعمل تراكم بالكبد وبجدار المعدة، ففي ناس بيعملون التهاب أمعاء عدا عن الاستفراغ لأنه ممكن ريحته بتضاين. النقطة الثانية، أنا ما بعرف كل العالم قد عم بتحط كلور لهي المادة الغذائية. في ناس عندها هوس بلشت تكتلي كلور بطريقة غير واعية، يعني اليوم صار بالمشافي حالات التحسس والغيبوبة اللي عم بتصير عند سيدات المنازل بسبب الخلط. غير آمن لتعقيم مواد غذائية وتعقيم ملابس بالغسالات. ثانياً الكلور بدي أحكي ما بنخلطه مع شيء، يعني الكلور ما بينحط مع الفلاش، الفلاش مادة حمضية، الكلور هو معروف عنه هيبوكلوريت الصوديوم أو ماء جافي المتداول عنا بالسوق بماركة كلورينكس أو ماء جاف أو ماء جافيل أو هيبوكلوريت الصوديوم. خلطناه هون مع الفلاش هي المادة الحمضية، بيصير تفاعل بيناتهم بينطلق غاز الكلور السام، بتصير ست البيت بدل ما تتنفس الأكسجين عم تتنفس غاز الكلور، بيرتفع تركيزه بالدم، ما عاد زي الست بتتنفس، بتوصل لمرحلة خلص غيبوبة، بيصير عندها بيصير وشها بيزرق، شفايفها بيزرقوا. هاي الست يا جماعة ما بقى بتصحى إلا بمشفى لأنه بيصير بحاجة لرزاز أكسجين، فما نوصل حالنا لهي القصص. كمان بدي اقول الكلور ما بخلطه مع المواد المعطره. جميع المواد المعطره اللي بنشتريها ببيوتنا فيها مواد بنسميها زمره الامينات، متى ما تفاعلت مع الكلور انطلقت غازات سامه كمان تدعى غازات الكلور امين، كمان استنشاقها بيأذي الرئتين. طبعا اليوم نحن عم نحاول نرفع المناعه مشان نحمي حالنا لجهاز التنفسي، لان الكورونا للاسف كفيروس مختص لمهاجمه جهاز التنفس. أكيد بدنا نشكرك الكيميائية براءة حداد على وجودك معنا. أتمنى حاولنا هيك بهالوقت السريع نقدم بعض المعلومات المفيدة حول التعقيم لكل السيدات اللي عم يتابعونا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، ونتمنى الصحة والسلامة لك ولعائلتك وأكيد لكل يلي تابعنا. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لكم.